طقس بارد في الأيام القادمة وعطلة نهاية الأسبوع في المملكة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. بعد الانتهاء المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة، تلت هذا المنخفض كتلة هوائية باردة تسيطر على الأجواء حاليا، والأجواء باردة في معظم مناطق المملكة. وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، درجات الحرارة تكون باردة نهارا في معظم مناطق المملكة. في يوم الجمعة درجات الحرارة أيضا تكون باردة خلال ساعات النهار، ولكن قد تصل لأن تصبح قارصة البرودة في ساعات الليل في معظم المناطق من المملكة، وتبقى هذه الأحوال الجوية مسيطرة على الوضع العام للأجواء في المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله. في العاصمة عمان في هذه الليلة الأجواء باردة جدا، درجة الحرارة المقاسة هي 3 درجات مئوية، ولكن درجة الحرارة الملموسة هي درجة واحدة فقط، وسرعة الرياح تصل إلى 7 كيلومترات في الساعة. وأيضا في العاصمة عمان خلال 3 أيام القادمة بمشيئة الله نهارا من 9 إلى 8 درجات، أما ليلا من 2 إلى 1 درجة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وحتى يوم الأحد بمشيئة الله. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، 13 إلى 5 درجات في مفرق، 12 إلى 3 درجات في جرش، من 13 إلى 3 درجات في عجلون، من 11 إلى 3 درجات مئوية في ساعات المساء. في عمان من 9 إلى 2 درجات، في الزرقاء من 11 إلى 2 درجات، في البلقاء من 10 إلى 2 درجات، أيضا في مادبة من 9 إلى 3 درجات، وفي البحر الميت نهارا 19، وفي ساعات المساء تصل إلى 10 درجات مئوية. في الكرك أجواء مشمسة من 9 إلى 3 درجات، في الطفيلة كذلك الأمر من 7 إلى 3 درجات، في جبال الشرا من 6 إلى 1 درجة، في معان من 13 إلى 2 درجات، وفي العقبة من 20 إلى 11 درجة مئوية في ساعات المساء. في المناطق الشرقية من 13 إلى 3 درجات في رويشد، في الصفاوي من 13 إلى 4 درجات، وفي الأزرق من 13 إلى 4 درجات أيضا. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.